تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مباركات يعمل بها ويتعلمها، فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ثم علمه بعد ذلك أن يقول: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اليوم نحن نتكلم عن أمر آخر، العكس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى البادية، وكان عليه الصلاة والسلام إما في سفر أو في غيره، فنزل برجل من أهل البادية، يعني ضيف، فأكرمه هذا الرجل، فالكرم عادة كريمة كانت من مفاخر العرب، ولذلك نجد أن الإسلام ما وجده من محاسن لأهل الجاهلية أقرهم عليه، ولذلك الإكرام إكرام الضيف. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيبة. فلما نزل به عليه الصلاة والسلام وأكرمه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من عنده، فقبل أن ينصرف طلب منه طلبا، وهو يذكرنا بحديث قد مر. قال له عليه الصلاة والسلام: تعاهدنا بالمدينة، يعني تعاهد زورا مثل ما زرنا أنت نريدك زورا. وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه، وكما قلنا في درس الفضاء يرد المعروف عليه الصلاة والسلام، هل يرد بمثله؟ لا، يرد المعروف بأحسن منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه: ما من أحد له عندنا يد، يعني معروف، إلا كافأناه عليه. أبدا، هذا عموم، بأنه عليه الصلاة والسلام ما في أحد قدم معروف وعمل معاه شيئا إلا كافأه عليه. وكما قلنا مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم، قال عليه الصلاة والسلام باستثناء واحد، قال: إلا أبو بكر رضي الله عنه، له يد الله كافئ عليه. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا مهما عملت بالصديق لأبي بكر ما أستطيع أن أكافئه، لأن أبو بكر جعل نفسه وأهله وماله وكل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل أنا ومالي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له تعالى هذا الرجل بعد مدة جاء إلى النبي بناء على الدعوة النبوية، وضيفه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه. فأراد عليه الصلاة والسلام كما قلنا يجازي ويكافئ بأحسن، أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه مكافأة ما كل أحد يعمل، تعطي الإنسان شيء، ترد له هدية بهدية، إنما يسمع أشكال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى وضيفه وأراد أن يصرف، قال عليه الصلاة والسلام: سلم ما شئت، يعني اطلب اللي تريد، ماذا تريد؟ اي حاجه تريد تعطيه. هذا لما انت يعني سبحان الله تقول الانسان هكذا: اطلب ما تشاء. ومن اللي يقول لك اطلب؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعني جاي من الباديه، بيئته التي يعيش فيها هي بيئه الباديه، لذلك فكره يدور حول بعض، يعني حول تلك الامور. فقال: والله يا رسول الله انا اريد منك تعطيني ناقه وأحمل عليها زاملة، يعني أمشي ومتاعب، وتعطيني شوي هاك يحتربها أهلي، يعني عطني نويل كذا، وكم شاف كم راس دغان، هذا هو الذي يريد. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بما طلب، ثم قال: الصحابة يسمعون، يربيهم عليه الصلاة والسلام على علو الهمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما عجز هذا أو أعجز هؤلاء أن يكونوا إلا عجوز بني إسرائيل؟ الصحابة لا يعرفون بني إسرائيل، أول مرة يسمعون. أعجز هذا أو هؤلاء، يعني هذا لا يبدو أنه جاءوا مع جماعة، أن يكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: يا رسول الله ما عجوز بني إسرائيل، إيش قصة هذا العجوز؟ وكيف تريد هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لما أراد موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، طبعا الله جل وعلا أوحى إليه: أسر بعبادك، إيش؟ إنكم متبعون. فلما خرجوا ضلوا عن الطريق، كلما سلكوا مسلكا لا يستطيعون الخروج منه. فقال عليه الصلاة والسلام لموسى: ما هذا؟ لماذا نحن ما نستطيع أن نعرف الطريق؟ فكان معه بعض علماء بني إسرائيل، قال: نحن نخبرك.
وقد توارث العلم من سبقه، فقالوا إن يوسف عليه السلام قد أخذ العهد علينا يعني على بني إسرائيل إذا خرجنا من مصر أن نأخذه معنا، نحمله معنا. ويوسف وين؟ ميت مدفون في قبر. فقال موسى عليه السلام: وما يدريني أين قبر يوسف؟ أنا ما أدري، والله ما أخبرني. قالوا: قبر يوسف هذا لا تعلمه ولا تعرفه إلا عجوز من بني إسرائيل، عجوز منا، يعني عجوز من بني إسرائيل، امرأة كبيرة في السن وعندها علم. قال موسى: هل يدينوني بها؟ يريد أن يخرج بأمر الله، هاتوا هذا العجوز. فجيء بها: أنت تعرفين قبر يوسف؟ قالت: نعم. قال: دلينا عليك. لا، ما أدلك عليه. قال: كيف ما تدلينا؟ قالت: ما أدلك عليه حتى تنزل على شرطي. أنت شرط. هذا مقابل هذا، أعطيك أدلك على قبر بس تعطيني شيء. تبي فلوس، مال، تبي إيش؟ غنم ولا بعارين مثل هذا اللي طار؟ ما شرطك؟ قالت: أكون معك في الجنة. هذا هو. شوف كيف عريس بني إسرائيل يقول: وين طيب؟ رسول الله يقول لك: اطرم تقول أبغى أنا ناقرة. قول أبغى معك في الجنة. فموسى عليه السلام كره سأل طلبها يعني عشان تدلينا جنة جنة تدلينا ها؟ تريد عمل وتريد. فأوحى الله إلى موسى أن ينزل على شرطها إلا وافق عليه. ما دام هذه تبي الجنة تريد جنة نعطيها جنة. وافق لها. فقال لها: طيب خلاص نزل على شرطها. فقالت: يلا اتبعوني. فأخذتهم إلى مكان وإذا بهم يجدون مكان فيه ماء، فاضطرت إلى الماء، هذا مثل مستقطع فيه ماء. فقالت: هنا، وين هنا الماء؟ قالت: انطبوا هذا الماء، يلا طلعوه. فأخرجوا المقاطح حفروها، فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام، والأرض ما تأكل السبب فيه. فحملوه لما حملوه على أكتافهم وإذا بالطريق مثل ضوء الصبح، يعني انفتح الطريق أمامهم. فخرجوا بيد الله. فكان هذا الموقف موقف تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام يربي على علو الهمه. يعني لا يكون هم الانسان الدنيا، ولاحظ يا اخوان اذا طلب الانسان شيئا من الدنيا، تدعو الكلمه ها؟ طلب الانسان شيئا من الدنيا، هل طلب شيئا عاليا ولا دنيئا؟ من ايش؟ الدنيا ايش الدنيا؟ الدنيا ذنوب. ذنوب أصل كلمة الدنيا من الذنوب. فلذلك إذا الإنسان جعل همه وركز على الدنيا ومطالب الدنيوية فهي مطالب دنيئة ولو عظمت في أعين الناس. لكن الذي يريد العلو عليه أمر الآخرة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته أعطي مفاتيح خزائن الأرض. كل ما في الأرض من كنوز وخزائن أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. والخلد في الدنيا ثم الجنة، يعني الجنة مضمونة، الآخرة مضمونة. في ناس يأخذ منها الدنيا لكن ما عنده آخرة والعياذ بالله. هذا الحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقيل له: خذ هذه، ولكنه خير بينها وبين لقاء الله والجنة. خرج معها أبو مويه من المواليد، خرج البقيع يسلم على أهل البقيع، لما انتهى منه قال: يا أبا مويه، قال: لبيك يا رسول الله، قال: إن ربي خيرني. قال: ماذا؟ قال: أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، أريدك أن تبقى معنا. قال: لا يا أبا مويه، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ايش يريد الدنيا؟ ما في الدنيا بيض طين السقف من جليد، اذا نزل المطر نزل عليه صلى الله عليه وسلم، يظل يدور يومه ويبحث عن طعام ياكله لا يجد. تحدثنا عن الحديث السابق حديث ابو الهيثم انه خرج جائعا ووجد ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اشياء، ما يريد الدنيا. فلذلك تعلم ان تكون همتك عاليه. لذلك عندما نسجد الان وندعو يلا نسجد ها؟ ماذا نسأل ربنا جل وعلا؟ أصحاب الدنيا هممهم دنيوية، يدعو بالدنيا ولا يفكر بالآخرة. ما نقول لا تسأل الله شيئا من الدنيا، ولكن كما قال الله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هي نفس الشيء، الخلاق هو النصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني الإنسان ينبغي أن يطلب الآخرة، ويقال له لا تنسى نصيبك من إيش؟ من الدنيا. حالنا اليوم نحن كثير منا تكفى أنك لا تنسى نصيبك من الآخرة، لأن أكثر المطالب وأكثر الهم ونصبح ونمسي ونوالي ونعادي ونحب ونرضى من أجل الدنيا، وأصبح الإنسان يقول بس لا تنسى ترى في آخرة، حول لك شيئا إلى آخرته، تذكر لقاء الله جل وعلا. فالإنسان حتى في سؤاله، ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما قلت لك الآن ندعو كم مرة سألنا الله جل وعلا سجدنا كم سجدة، يعني عندنا 30 سنة في هذه الصلاة، صلاة العشاء والتراويح 30 سنة سجدنا. كم مرة سألنا الله جل وعلا؟ كم مرة سألت الله يعني الخلق في جنات النعيم؟ سألت الله الآخرة؟ ربما نغفر عن الدعاء أو يكون دعاءنا دائما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. شوف كيف علو الهمة. وش يجي ميت الهمة ماذا يقول؟ يقول يا ابن الحلال عسى يدخلنا الجنة ولو جنب الباب بس، حطني كذا على جنب وخليني. ايش هذا؟ هذا ما هو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اسأل الله الفردوس الأعلى. طيب أنا مسكين عملي ما يوديني الفردوس. لو استجاب الله لك على طول تتغير الاتجاهات كلها وتصير كلها شغل الفردوس. هذه فائدة الدعوة، يعني لو أن الله استجاب لك، فنسأل الله أن يستجيب، أن لا يردها. هذه ملالي، يعني الله جل وعلا يعني كتبك من اعتقاد النفاق أو أعطاك ما سألت فجعلك من أهل الفردوس، خلاص حياتك كلها تنتهي، يصير عملك كله ما يؤدي بك إلى هذا المطلب العالي الذي سألته. فاجعل همتك متعلقة بالآخرة، أما الدنيا فخذ منها بقدر، وبعدين الذي كتب لك سيأتي. ويعني عندنا نموذج ومثال عالي جدا يتعلق بهذه المسألة، يعني على عكس هذا الأعراب سنجعله إن شاء الله لمجلسنا غدا، نتكلم عن نموذج من هؤلاء الذين عانت هممهم وقارن بين الدنيا والآخرة، فلذلك كان مطلبه عالي جدا. فإلى درسنا غدا بعد التراويح، حسن الله يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، ونجعلنا من المسارعين المثابرين والذين هم سابقون، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.